معكم أحمد الحبيب، مدير الشركات الاستراتيجية في سلك سيستم. سلك سيستم تقدم بنية تحتية تقنية متكاملة للمنشآت. تواجدنا في الأحساء كان لوجود اهتمام كبير من رواد الأعمال، وهذا ما لمسناه من الحضور الكبير اليوم. شاركنا بهدف تمكين رواد الأعمال للتوسع وأتمتة عملياتها ورفع جودة المنتجات والخدمات المقدمة. الأثر المتوقع من مثل هذه الفعاليات هو الإسهام بالتطور وازدهار القطاع بإذن الله.